ماذا يريد المدير؟ أصبح إرضاء المدير أهم من الإرضاء العمل نفسه. في أشخاص كده إحنا عارفينهم جوه كل شغلانة، اللي هو أول ما المدير يدخل يقول له مش فلان حصل، ده أنا الأخبار كلها عندي. الموضوع ده فكرني بالأستاذ أبو الخير، فاكرينه؟ السينما دي عبرت عن كل حاجة. لما المدير يقول الكرافات البيضة موضة، لو موظف قال له لا مش موضة وذوقك مش حلو، مش غلط. لازم نتخلص من فكرة ما يريده المدير. الحكاية دي زادت قوي في القطاع الخاص والقطاع العام وفي كل الأماكن. وبعدين ما يريده المدير أيضا مش قانون، بالذات في الأذواق. يعني أنا مثلا لما أقول أن أي مدير في مصر عمل العك اللي إحنا شايفينه في محور 26 يوليو، المحلات اللي هي سمك وبعدين لبن وبعدين تمر هندي، أنا مختلف معاه أيا من كان، عشان بقت هيئة المجتمعات العشوائية الجديدة. ده اللي إحنا عملناه. هات فلوس واعمل بقى محلات جنب بعض وعربيات فوق بعض وديكورات مختلفة، اقلبها بقى بلدي. طبعا ده يقول لي أنت عارف مين اللي عمل؟ أنا مالي، أنا من حقي إن أنا أختلف. أنا ده المكان اللي بعيش فيه كل يوم، ببقى حزين عليه كل يوم إنه اتقلب بهذه العشوائية. مش كان في حاجة عندنا اسمها هيئة التنسيق الحضاري؟ طب ليه ما بتاخدوش رأي الناس؟ هو فكرة ان انا احصل على فلوس للدولة بغض النظر عن اي شيء، ده موضوع خلاص بقى، هو ده القاعدة اللي عندنا؟ ايا من كان هذا الشخص اللي اتخذ قرار بالعشوائية اللي موجودة في المحلات في محور 26 يوليو، انا بنتقده وبقول له من وجهة نظري كمواطن انت غلط، وهندفع ثمن الكلام ده بعد 10 و15 سنة.